السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات خمن. عجبكم الحلقة اللي فاتت؟ عشان كده انا مبتسم، فقررت ان انا اعمل لكم جزء تاني من ابعت صورة مكتبك اللي كنت بتذاكر فيه في ثانوية عامة، وانا هخمن انت جبت كام في المية. طبعا شفتوا ان انا كل تخميناتي يعني كانت صح، فانا يعني عرافة. ما تنسوش قبل ما نبدأ الحلقة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجة اللي عايزين اخمنها المرة الجاية. يلا بينا. ثانوية عامة 2022 ما شاء الله كانت بتنفع الكتب الامتحان، وجايبة آلة حاسبة من الغالية. انا عارف آلة حاسبة دي يعني حرام بعد كل الحاجة دي تبقى قلتها عن 95%. جبت 93.5 في طب بشري دلوقتي. 93.5 طب بشري، نظام جديد، فميك سنس. انت كنت بتذاكري وانت مكتئبه ولا ايه؟ ايه الفلتر ابيض واسود ده؟ ماشي 70% صح؟ 77.7. ليه حظ من السبعات؟ والله ما باين كانت بتذاكر وهي مكتئبه. طيب مش هنقول اسم الشخص ده. يا سلام، والله السيت اب مريح يعني. كانت من النوع اللي هو بيطبق، الصور دي بتبقى متصوره كده وانت مطبق والشمس بتبدا تطلع كده في النهار، فانت بتقولي طب ما ازاي اصور الكتب كده شكلها حلو، وبعدين بتنام بعديها ويعني عامله بلور للكتب. تقريبا هي كانت بتذاكر ماده جاسوسيه او حاجه. طب ما توريني المكتب، مش فاهم كاميرا الموبايل. طيب خلاص ماشي يعني مش هنتريق يا جماعه عليها عشان كاميرا الموبايل كده. انا اسف. جبت كام؟ جبت مجموع مميز جدا 77.77%. مش مميز خالص، صاحبتك اللي لسه قبلك جايبه نفس المجموع. محمود نجاح، يا اما نجاح او نجاح، بعت لي هيا فنان بس. حبيبي يا محمود. ايه ده؟ اوكي انا كنت فاكر الكتب واقفه كده. في ورق موجود على الحيطه، دي ما زادتش عن 70%. بسكوت المدرسه بسرقه من اختي الصغيره، وكمان كانت بتسرق ما زادتش عن 65%. يعني اكيد ربنا ما باركش في السنه دي ليكي. على فكره انا ثانويه عامه السنه دي، يعني هكون دفعه 2024، بس حبيت اشارك. طب انا قلت ان هي 65%، هل دي بشرة وحشه مثلا؟ لا انت زي الفل. اسرقي بسكوت براحتك، يا اهم حاجه تتقوتي، تخليهم ما تعمل لك شاي بلبن كتير عشان تسقسقي فيه البسكوت. الورق بس، الورق يعني انا قلت الحقك شيليه من على الحيطه وحياتك هتتغير. الاستاذ احمد جمال جامي. يا سلام الحيطه شكلها حلو، يعني انا حاسس ان الحيطه من مكان والمكتب من مكان تاني. انت محتاج تنظف المكتب عامه يا معلم. اي حد يا جدعان بيذاكر على بي سي جيمنج يعرفوا ان هو الراجل ده ما قالش عن 95%. سمعني 92%. حلو يعني ما في التسعينات. جدعان اوصيكم بالبي سي جيمنج. هاجر سؤال بس، ايه الالوانات دي يا هاجر؟ معلش لا سيبك من الكتب، ايه الوانات الصالون بتاعكم ده؟ ايه الالوانات دي؟ هي انتوا حاطين كيسه عليها عشان تحميها من التراب وانتوا مسافرين، ولا دي الالوانات فعلا بتاعت الكنب بتاعكم؟ الالوان دي ما تزيدش عن 70%. 96.2. كنب 10/10 يا طنط. البنت جايبه 96%، فانا ما اقدرش اقول حاجه. هاجر عامله التيبيكال البنت الشاطره، اباجوره، النضاره تقريبا هي -7 مثلا في النظر، النضاره قد كده، الاله الحاسبه الغاليه، معاها كل مقومات النجاح. بصي يعني هاجر، انت لو ما جبتيش مجموع عادل فانت ما عندكيش دم، يعني اهلك موفرين لك كل سبل الراحه. لايك. اي نعم حط المناديل في الكرتونه بتاعت الشوزه، يعني واضح ان هو اهلها مش موفرين كل حاجه قوي، بس يعني البيئه مناسبه للمذاكره، فاتمنى انك تكوني جبتي فوق ال 95%. صح 86.5%. 86% بعد كل ده يا جدعان؟ بعد كل ده امال؟ الحمد لله دخلت هندسه عين شمس. هي دخلت هندسه، بسحب كلامي، واضح ان هي كانت نظام جديد، فهي دخلت هندسه فتمام مش فارقه. ده المكان اللي كنت بذاكر فيه الله ظهري استريح على الصوره، حاسس ان في تكييف كده، هيبقى في تكييف في وشي، والمرتبه دي مريحه، وعايز بس غطا، النبي غطا بس كده. ايه حاسس ان هي بتفليكس بقى، اللي هو انا كنت بذاكر على السرير وبتاع ودخلت كليه قمه، فالبنت دي جابت 96%. جبت 97% علمي رياضه. يا جدعان انا عارف الحركات دي، انا الحركات دي عارفها اصلي، لكن ما تقلدوهاش. خدوا بالكم الناس اللي هي المستفزه اللي هي تقول لك انا كنت بذاكر على السرير وكنت بذاكر وانا في السايبر والكلام ده، ما تقلدوهم، الناس دي شاطره. انت على الله حكايتك، ما تشغلش نفسك، انت مش هي بصراحه. كنت بذاكر في ايه يا جدعان؟ لا 95% صح؟ الحمد لله جبت 68%. ده المثال اللي صح، انا كده اخترت صح. يعني لو هتذاكروا من على السرير لو جبت فوق ال 60 يبقى تف على وشي تمام؟ رياضه فلتر شخص مكتئب، دي وش دخلت هندسه، مش فارق جابت كام، دخلت هندسه 75. دول يدخلوا يا شباب هندسه قسم فك سماويل
سوري يا شباب مش بتضحك. ايه ده ايه ده ايه يعني ايه تقول الدم اللي انت فيه ده؟ فاطمه كانت بتذاكر في لانش بوكس تقريبا، مكرونه بشاميل في الدور الاول، الرقاق في الدور الثاني، الملوخيه في الدور الثالث. ايه ده؟ وحاطه فلوس. دي بتبقى الفلوس بتاعت عليها امضاءات وبتاع المدرسين وبتاع، يبقى هي شخص دحيح وماركر والدنيا جميله ومفيش ستيكي نوتس على الحيطه. فاطمه الزهراء دي لو جابت اقل من 98% قولوا عليها راجل ما بفهمش. جبت 88.3 من 10. لو انت قلت عليها راجل ما بفهمش الله يسامحك، يا ريت لو سمحت تحافظ على لسانك، عيب. شيل اللانش بوكس ده وكله هيبقى كويس ان شاء الله ان شاء الله. انت كنت بتذاكري في بيت صيني ولا ايه؟ جايبين لك ترابيزه الاكل على السرير، حاطين الديب فريزر او الثلاجه معاكي في البيت. هل اختك كانت بتجهز فكان في اوضه فيها كراكيب وحاطين الاوضه الثلاجه معاكي، ولا انتوا اصلا شقتكم صغيره؟ انت ان شاء الله جبتي الحاجه اللي انت نفسك فيها، بس القعده دي انا ما بنصحش بيها لانها بتوجع الظهر، والقعده دي بتاعت 70%. 98.2 من 10. حاسه قالتها بابتسامة كده 2 من 10. انا حاسسها ان هي سمعتني وبتتريق عليا، انت مش عاجبك القعدة ومش عاجبك شقتنا، خد في وشك. يعني ايه ايه يا روان؟ روان بعتالي يعني حياتها تقريبا كانت بتوثق، كانت فاكرة نفسها تعمل فلوجات، بس اقسم بالله كوباية القهوة رايقة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ممكن تقول لنا الطريقة؟ لا بجد الخط حلو، ده خط حد شاطر. والقلم ده يا جدعان اقسم بالله بحب قلم السنون ده قوي، ده قلم حد شاطر برضه. ايوه والكنب، الكنب ده يا جدعان اللي بيجيب الناحيه، اقسم بالله المشاريب كل مشروب اروع من اللي قبله. ودي ايه ده ايه ده ايه العسل ده؟ بص كده الغطا جميل ازاي والشاليمو. قال الايس تي ده ولا ايه؟ يا ولا على قطع ده تفاح تفاح بموز ده صح؟ وسموزي وبتاع. لا الشاليمو حوار، ومشروب ديتوكس، وقهوه. القهوه دي الصراحه جلت منها شويه. بص يعني بعد المشاريب اللي انت شربتيها دي، انت مفروض تدخلي كليه سياحه وفنادق عشان تفهمها. 95 فوق ال 95 او يعني في كليه قمه وكده. 72 في تنسيق السنه اللي قبل اللي فاتت، دخلت البي اي اس. لو ادتني ريت اقل من حاجه و90% عارف. لا اديتك ريت اعلى من 95%، بس انت غزلتيني. اتمنى الناس هناك في باي اس يكونوا مبسوطين بالمشاريب. حاسس بالاحراج، قمه الاحراج اصلا. حاسس ان انا مش عايز اتعلم من غلطاتي. ايه عرض الكنب؟ ايه انت كنت بتذاكري على كل كنبه شويه؟ بصوا هي موزعه اللي هو شويه ورق هنا شويه ورق هنا شويه ورق هنا شويه ورق هنا شويه ورق هنا. انت بتعملي عمل كده تمام في الاخر على كل التنطيط ده 75% صح؟ 88.8 من 10. ما بعدناش. ودي انا بقيت اخمن صح. ودي مش هقول المجموع عشان الفضايح، لا اقول المجموع، دي اللعبه، ما لازم اخمن. مجموعي كان 60%. بتضحكي على ايه؟ بتضحكي على خيبتك. ومرمي السموزي ده في البتاع. ايه ده؟ الشاليمو ده انت سرقاه من صاحبتك اللي بتاع؟ اقسم مش ده لسه شايفينه يا جدعان عند ال هو الشاليموهات دي يا جدعان، اقسم بالله ما كانش ليها اي سلكان. ايهاب خالد ان شاء الله طرش. اوعى 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 نقش الفراخ، اوعى الخط اللي يقرف الكلب ده. انت جبت جون يا معلم، اكيد ما جبتش حاجه، ما جبتش مجموعه. 55% 98.9 من 10. اكيد انا برضه ما ينفعش انا جادج يا جدعان، يا جدعان احنا مش جايين جادج يعني. ده فايبز قوي. التابلت كده مع الاباجور، الاباجور ده شكلها متكلف. والنبي فوق ال 75 حتى. 68%. انا عمال اغلط يا جدعان. ده بتريحي ظهرك هنا ولا بتذاكري تمام؟ في ماركر، دي مش حاجه تطمن. وليه مغلفه الكتب كانها لحمه؟ انا مش فاهم. محافظ عليها الدرجه يعني 70% يبقى كرامه الصراحه. 97% ادبي. 97% ادبي؟ لا براحتك. عامه كيسي بقى الكراريس، كيسي الماده، كيسي اللي انت عايزاه يعني. ما شاء الله ده من الاوائل ده صح؟ ودي كانت نهايه حلقتنا. ما تنسوش في اخر حلقه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. لا كده مش هعمل كده. ودي كانت نهاية حلقتنا من خمن. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. انا عارف ان انا توقعاتي كانت كلها يعني معظمها يعني لحد ما كانت في محلها، بس الواحد بدأ ان هو يبقى محترف في اللعبة. ما تنسوش انكم تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وتقولوا لي في الكومنتس برضو عايزين اخمن المرة الجاية. احبكم.
وحب مني حبكم. وانا لسه ما لقيتش الكلمه اللي تبقى السلوجان بقى اللي انا استخدمه بقى في حلقاتي في قفله الحلقه. فلو حد عنده اقتراح مثلا جمله طرش اقدر استخدمها اكتب لي في الكومنتس برضه، عشان انا يعني بصوا انتوا يعني ساعدونا اخوكم فاهمني. بحبكم في الله. القلب ده انا اتعلمته بصعوبه. بص القلب ما بقاش تعمل كده، القلب بقى ده القلب بتاع جينزي، بتاخد السبابه تعملها كده تمام، والوسطى لا مؤاخذه بتعملها كده تمام، تيجي عامل الثانيه بنفس الشكل كده. ده القلب بتاع جينزي.